يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخاف على نفسي من الرياء، فماذا أفعل وما هو العلاج في ذلك؟ دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وإذا خاف من الرياء هذا علامة خير، الذي يخاف من الرياء هذا علامة خير. نعم.